أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع إخباري يتساءل: هل تكفي مليار دولار جمعت في جنيف لإنقاذ اليمن من المجاعة؟ بريطانيا ترفض الاعتذار عن وعد بلفور. ملك أفريقي يقرر منع الطلاق. أهلا بكم. يتساءل موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية حول مؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية ويقول: هل تكفي مليار دولار جمعت في جنيف لإنقاذ اليمن من المجاعة؟ قال الموقع: لا يبدو أن المبلغ الذي تم جمعه كافيا لوقف مجاعة حقيقية في البلد الذي يعاني من صراع ازداد دموية منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. يضيف الموقع: ففي أوائل فبراير الماضي أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا لصالح اليمن بقيمة 2.1 مليار دولار لمواجهة المجاعة وتوفير مساعدات واحتياجات ضرورية لنحو 12 مليون شخص مهدد بالموت جوعا بسبب نقص الغذاء. وفي كلمة غياندي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي التي ألقاها أخيرا بمؤتمر المانحين لليمن في جنيف، قال إن أهم ما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي لليمن هو وقف هذه الحرب المجنونة. وقد علق على كلمة ممثل روسيا الكاتب السعودي مشاري الذايدي، وقال في أجزاء من المقال المنشور في صحيفة الشرق الأوسط: كلنا نريد وقف الحرب ومساعدة المنكوبين في اليمن، لكن لاحظوا الانعطافة الروسية التقليدية. حيث أضاف غاتيلوف في كلمته: في حال استمرار الحرب في اليمن سيستفيد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وغيرهما من الإرهابيين والمتطرفين. الحرب شنت على جماعة إرهابية مرتبطة عضويا وتسليحيا وعقائديا بجمهورية الخمينية، وهي تسعى بدعم راعيتها إيران لاستهداف السعودية بالصواريخ ومجاميع الموت. الجماعة الحوثية شر مثل ما هي القاعدة وداعش سواء بسواء، حتى إن كان الروسي لا يرى الأمور بهذا الوضوح. المساعدات الإنسانية والحرص على حقوق البشر في اليمن ومواساتهم، هذا أمر يشكر فيه المسؤول الروسي على رقة إحساسه. نعم، الوضع صعب وخطير على المستوى الإنساني باليمن، والحرب دوما قبيحة حتى إن كانت ضرورية، ولكن أظن أن الروس فعلوا لأجل صون أمنهم بالقوقاز أكثر مما يجري في اليمن بكثير جدا. أما ميناء الحديدة، بوابة الإغاثة البحرية الكبرى الواقع تحت هيمنة الحوثي، فإن على الروس السؤال: من يعيق وصول المساعدات الإنسانية ويحولها لجماعته في اليمن أو يبيعها بالسوق السوداء؟ الخلاصة: حتى نقضي على القاعدة وداعش لابد من القضاء على شبيههما الحوثي، الشر واحد. تصدر عنوان من محافظة شبوة صفحة الرئيسية لموقع المصدر أونلاين، وعنوان الموقع: توتر قبلي وسخط في مدينة عتق بشبوة عقب هروب متهم بتجارة المخدرات من سجنه. قال الموقع إن مدينة عتق تشهد توترا قبليا وسخطا شعبيا بعد هروب متهم بتهريب مخدرات وأحد المتهمين بجريمة قتل من السجن المركزي بالمدينة الأسبوع الماضي. وقال أحد ضباط التحقيق الذين حققوا في القضية إن المتهم عرض عليه في التحقيق 20 مليون ريال لإغلاق ملف القضية، وهذا ما رفضه الضابط جملة وتفصيلا. وقال سكان محتجون على هروب المتهم إن السلطة المحلية والسلطات الأمنية ترفض تشكيل لجنة تحقيق شفاف تجاه عملية التهريب. وفي أكثر الأحداث التي تابعها موقع عدن الغد هي أنباء اعتكاف محافظ الضالع في منزله. قال الموقع: محافظ الضالع فضل الجعدي أعلن اعتكافه بمنزله وعدم مباشرة مهام عمله، ردا على ما قال أنه تجاهل الحكومة الشرعية لمطالب السلطة المحلية. قال الجعدي في رسالة بعث بها إلى الرئيس هادي إن الحكومة الشرعية
تجاهلت عددا من الرسائل التي وجهتها إدارته بهذا الخصوص. وأكد الجعدي أن إدارته لا تتحصل حتى على مخصصات الوقود، مشيرا إلى أنه ورغم ذلك تقوم الحكومة الشرعية بإجراءات أحادية الجانب في المحافظة دون علم المحافظ. إلى أين تتجه البشرية؟ سؤال هام يطرقه ويحاول الإجابة عليه الأكاديمي اليمني عمر عبد العزيز في مقاله المنشور في صحيفة الخليج. لم يشهد العالم في ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي هذا القدر من التصعيد الكلامي والعملياتي، بالرغم من انطلاق قطبي الحرب الباردة من تحالف عسكري وثيق شمل مكونات حلفي الناتو وورس، بل على العكس، ففي الفترة ما بين عام 1960 على عهد خروتشوف وحتى العام 1990 على عهد غورباتشوف توافق الأمريكان والسوفييت على سلسلة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتقليص الرؤوس النووية توطئة لاستبعادها التام في العالم. ولقد تنفست البشرية الصعداء بقدر إدراكها بأن الاتحاد السوفيتي بدا مثاليا وهو يعترف بحيازته كمية أكبر من الرؤوس النووية ويوافق على تخفيضات متبادلة مع الولايات المتحدة ضمن معادلة تصل إلى تساوي عدد كمية الرؤوس المتشابهة في فاعليتها التدميرية للطرفين. لكننا اليوم بصدد سباق محموم للتسلح بين القوتين الأكبر عسكريا في العالم، كما يحتار فرقاء الجغرافية الجيوسياسية تجاه هذه المعطيات ما نجد له ظلالا في متوالية من التأزمات السياسية. هذا المشهد العالمي واحتمالاته يتوازى مع الحروب المتنقلة هنا وهناك، وتزداد المسافة الخلافية بين عتاة القوة والمال، حتى أن مجلس الأمن الدولي لم تعد لديه القدرة على تمثيل الشرعية الدولية التي توافق عليها فرقاء الظفر العسكري بعد الحرب العالمية الثانية، بل إنه يعجز عن إصدار أي قرار له أي طابع إلزامي وقهري، كما يفشل تماما في تفعيل وتنفيذ القرارات التي تصدر تحت البند السابع. وبهذا المعنى يفقد العالم المرجعية القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق السلم والاستقرار. لا مبرر للقلق الأممي، هذا ما يقوله تقرير خاص بموقع الاشتراكينت، مضيفا أن الأمم المتحدة تصر على إظهار سياستها المنحازة الداعمة للانقلاب باستمرار استخدامها للطرق والمنافذ التي ما تزال خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح غير عابئة بالمصادرة والنهب التي تطال هذه القوافل من قبل ميليشيا الانقلاب. وعلى مدى عامين ونيف من انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على السلطة الشرعية، كثيرا ما سمع اليمنيون الأمم المتحدة وهي تبدي شعورها بالقلق حيال تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، لكنهم في الواقع لم يشعروا بجدية الأمم في ترجمة هذا الشعور على الأرض. يتابع الموقع: في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تحرير ميناء الحديدة، تواصل الأمم المتحدة شحذ الانقلابيين وتشجيعهم على عدم التنازل عن الميناء عبر تحذيراتها المتكررة من تدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر. وفي المقابل تتعمد الأمم المتحدة تجاهل كافة ممارسات ميليشيا الانقلاب المعيقة لكافة الجهود المحلية والدولية الإنسانية الرامية للتخفيف من معاناة اليمنيين، خاصة في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرتهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تعنون صحيفة العرب الجديد عن انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع وتقول: استدعاء 16 صحفيا يمنيا للتحقيق بتهم كيدية من الحوثيين. نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الخاضعة لسلطة الانقلابيين في العاصمة اليمنية صنعاء قررت استدعاء صحفيين يعملون في مؤسسة الثورة للصحافة للتحقيق معهم السبت المقبل بتهم كيدية مرفوعة ضدهم من قبل رئيس المؤسسة المكلف من قبل جماعة الحوثيين وصالح. ويتهم أبو بكر عبد الله الصحفيين بالاعتداء عليه أثناء مطالبتهم له بصرف مستحقاتهم من إيرادات المؤسسة التي كانت قد التزم بصرفها لهم سابقا. وقال الصحفي نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين اليمنيين للعرب الجديد إن نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء
وجهت تهما كيدية للصحفيين المطلوبين، وقال إن موظفي مؤسسة الثورة للصحافة قد عبروا عن رفضهم بشكل معلن في وقفات احتجاجية ومواقف مختلفة للمطالبة بمستحقاتهم المالية، كما عبروا عن رفضهم لعمليات الفساد التي تجرى في مؤسستهم المهددة بانهيار كيانها القائم منذ أكثر من 50 عاما كمؤسسة إعلامية رائدة، إذ تعد المؤسسة الصحفية الأكبر والأولى في اليمن. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: قبليون يأسرون 7 من مسلحي الحوثي. مديرية همدان في صنعاء شهدت توترا بين أهالي المنطقة ومسلحي ميليشيا الحوثي، أسفرت عن أسر الأهالي ل7 من المسلحين وإصابة شيخ قبلي بإطلاق النار. كان المسلحون الحوثيون بحسب الصحيفة يهدفون إلى القبض على الشيخ القبلي، إلا أنه رفض تسليم نفسه، فباشره المسلحون بإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته ونجليه. تتابع الصحيفة إثر التوتر، تدخلت وساطة قبلية ونجحت في تسلم الأسرى الحوثيين تسلم الأسرى الحوثيين، وعزت الخلاف إلى سوء فهم. ميدانيا، قالت صحيفة الاتحاد إن الجيش اليمني يستعد لاقتحام مدينة موزع غرب محافظة تعز. ذكر الجيش في بيان إن قواته على وشك تحرير مدينة موزع بعد السيطرة على كافة المنافذ البرية للمدينة الحيوية الواقعة شرق مدينة المخا. ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن تعزيزات عسكرية للجيش الوطني وصلت إلى المنطقة قادمة من عدن لتعزيز جبهات الساحل، تمهيدا لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية. ذلك هو اليوم الحقيقي لنهاية الحرب. تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله المنشور في الشرق الأوسط. نتابع. بهذه الطريقة كان يجب أن تنتهي الحرب، بالهتافات، بالمصافحات، بالرقص وبالأمل. التاريخ هو 25 من إبريل/نيسان من عام 1945. المكان هو مدينة تورغاو، ألمانيا الشرقية على نهر الإلبة. الحدث هو أول لقاء بين الجيوش القادمة من جهات الأرض التي شقت ألمانيا النازية إلى شقين. كان قادة الحلف الكبير فرانكلين روزفلت ووينستون تشرشل وجوزيف ستالين قد تبادلوا التهاني والمصافحات والأمل بعالم أفضل، غير أن لقاءاتهم ما كانت لتعني شيئاً لولا أن جيوشهم نفسها لم تستطع الاحتفال على الجبهات فيما كان العدو يختفي ويتلاشى. بهذه الكلمات يصف المفكر والمؤرخ الأمريكي جون لويس جاديس أفظع الحروب الكونية. لكن هل تنتهي الحرب حقاً؟ ما إن هدأت الجبهات بين دول المحور والحلفاء، حتى بدأ فيما بين الحلفاء أنفسهم ما سوف يعرفه العالم بالحرب الباردة. لم تترك الخلافات مجالا واسعا للاحتفال، ولذلك سوف يكون عنوان كتاب تشرشل عن تلك المرحلة نصر أم مأساة. الحقيقة أن المنتصرين قد جامع بهم تحالف كبير في وجه عدو هائل، لكنهم في طبيعة الحال كانوا مجموعة من الخصوم أيديولوجيا وجيوسياسيا، ولم يستطع النصر الكبير في ربيع 1945 أن يغطي الخلافات أو النزاعات الكامنة في جوهر الأنظمة المراوحة بين أقصى الشيوعية وأقصى الرأسمالية. وعندما تعانقت القوات السوفيتية والأمريكية على ضفتي نهر الإلبة، أنستها فرحة اللحظة أنها قادمة من حالتي صدام تلقائي. دولتان كبيرتان تحلم كل منهما بنقل نظامها خارج حدودها الداخلية مهما كان حجمها كبيراً. روسيا الدولة الأكبر في العالم، وأمريكا في المرتبة الثالثة. وإلى صحيفة الحياة اللندنية والتي عنونت في إحدى صفحاتها: بريطانيا ترفض الاعتذار عن وعد بلفور. قال مسؤولون فلسطينيون إن بريطانيا رفضت طلبهم تقديم اعتذار عن وعد بلفور الصادر في العام 1917 والذي مهد الطريق أمام قيام دولة إسرائيل، وأضافوا أنهم سيتابعون الأمر أمام المحاكم الدولية إلا إذا تراجعت لندن عن موقفها. وطلب الرئيس الفلسطيني باعتذار في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إلا أن بريطانيا تعتزم تنظيم احتفالات مع مسؤولين إسرائيليين بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور في 2 نوفمبر
المقبل. ودعت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حضور الاحتفالات بذكرى إعلان بلفور في تشرين الثاني المقبل، ومن المتوقع تنظيم احتفالات أخرى في إسرائيل خلال العام. وفي أكثر أخبار البي بي سي قراءة، تغريم عمدة مدينة فرنسية لاتهامه بالتحريض على كراهية الأطفال المسلمين. وقالت البي بي سي غرم عمدة مدينة بيزيه الفرنسية المصنف على اليمين المتطرف مبلغ 2000 يورو لتحريضه على الكراهية بعد إعلانه أن ثمة عددا كبيرا جدا من الأطفال المسلمين في مدارس مدينته. وفي الخامس من الشهر نفسه قال روبير مينار لمحطة تلفزيون LCA في صف بمدرسة مدينة 91% من الطلاب المسلمين، وهذه مشكلة بالفعل، ثمة حدود للتسامح. ودفع مينار عن تعليقه قائلا: لقد وصفت فقط الوضع في مدينتي، إنه ليس حكم بل حقيقة، وهي ما أستطيع رؤيتها. وإلى جانب الغرامة، قررت محكمة في باريس منح مبلغ 1000 يورو من تكاليف المحكمة للجماعات المناهضة للعنصرية التي رفعت القضية. يحق لملك سوايزلاند الإفريقية الزواج بزوجة جديدة كل عام، وحاليا توجد على ذمته 15 زوجة، ويبدو أنه يقدر مؤسسة الزواج كثيرا، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار بمنع الطلاق في آخر مملكة في أفريقيا السوداء. وتفيد صحيفة القدس العربي إن الملك ماساوتي الثالث، والذي يطلق على نفسه اسم الأسد، قال: في ثقافتنا بمجرد الزواج من شخص ما لا يوجد عودة إلى الوراء، لا توجد كلمة الطلاق في مفردات اللغة المحلية. تضيف الصحيفة: وسارع مسؤولون آخرون في الدولة للتوضيح بأن الطلاق لم يصبح قانونيا بعد، وبأن تصريحات الملك ستطبق عندما يقرها في قانون رسمي. وحاليا يعد الطلاق غير مسموح وفق القانون، ولكن يمكن إعادة السيدة المتزوجة لعائلتها بدون الطلاق. وتعد سوايزلاند مملكة أفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وتبلغ مساحتها 17,363 كيلو مترا، وعاصمتها مبابان. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل صراعا مع الصين، وذلك في ضوء الأزمة المتنامية على شبه الجزيرة الكورية. هكذا كتب أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا باري تشينغ غرين، مضيفا في مقال أعادت نشره الغد الأردنية. نتابع. سوف يضطر ترامب إلى الاعتراف بأن القوة العسكرية ليست خيارا مطروحا، ومن المرجح أن تفشل أي ضربة جراحية دقيقة ضد المنشآت النووية في كوريا الشمالية، في حين قد يستفز شن هجوم ضخم عمليات انتقامية مدمرة ضد كوريا الجنوبية. تتلخص الاستراتيجية الوحيدة الممكنة في فرض عقوبات أكثر صرامة وممارسة الضغوط السياسية لحمل كوريا الشمالية على الذهاب إلى طاولة التفاوض. والطرف الوحيد القادر على تجديد العقوبات وفرض ضغوط سياسية فعالة هو الصين، التي ترى الولايات المتحدة الآن أن حسن نواياها ضرورة أساسية. الواقع أن الانقلاب الذي طرأ على أسلوب تعامل ترامب مع الصين يتفق مع إعادة المعايرة. في كل هذه المجالات يتعلم ترامب أنه مقيد بنفس القيود التي دفعت إدارة باراك أوباما إلى الاختيارات التي ذهبت إليها. وكما هي الحال مع إدارة أوباما، تبين أن عامل التغيير كان عاملا للاستمرارية في واقع الأمر. المكان المناسب للفصل في مثل النزاعات الاقتصادية هو منظمة التجارة العالمية، وسوف تنتهي الحال بإدارة ترامب إلى هناك على الأرجح، كما حدث مع إدارة أوباما. على الرغم من ذلك، ربما يكون بوسع إدارة ترامب أن تصنف الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة، ولكن هذا الاتهام سيكون مخالفا للحقائق، ذلك أن الرينبي الآن يسير بشكل عادل، وكانت الصين في واقع الأمر حريصة على التدخل لدعم سعر الصرف وليس إضعافه.
ولكن داخل أروقة الرئاسة في واشنطن لم تعد الحقائق كما كانت عليه ذات يوم. وفي اعتقادي أن وصف الصين بأنها دولة متلاعبة بالعملة يشكل المعادل الاقتصادي لإطلاق 59 صاروخا من طراز كروز على قاعدة جوية معزولة في سوريا صخب وغضب، ولكن بلا أي مغزى حقيقي. جولتنا المصورة من صحيفة هندوستان تايمز، والتي جاء فيها أبرز وأهم الصور التي نشرت هذا الأسبوع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.